بناء على شكوى تلقتها الفرقه الاقليميه للدرب الوطني بشعيبيه كتيبه بيرتوتا، مفادها تعرف مصنع لعمليه سطو مسلح نفذها مجموعه من المجرمين مدججين بمختلف الاسلحه البيضاء، اين تمكن الجنات من الوصول الى خزانات فولاذيه وسرقه مبلغ مالي من العمله الوطنيه والاجنبيه، وكذا سرقه حافله تستعمل في نقل عمال المصنع ثم الفرار الى وجهه مجهوله. عندها شرع المحققون في استغلال كاميرات المراقبة في المنطقة، كما تم الاستعانة بخبراء وتقنيين تابعين للدرك الوطني، الأمر الذي مكن من الوصول وتحديد أحد الفاعلين بإحدى الولايات المجاورة. هذه العملية النوعية مكنت من توقيف 13 شخص واسترجاع مبلغ مالي يفوق 32 مليار سنتيم، إضافة إلى مبالغ مالية بعملة أجنبية تمثلت في 39 ألف دولار و 8340 أورو و20 دينار تونسي. حجز 11 مركبة من بينها سيارة سياحية فاخرة